بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هنكمل إن شاء الله دروس الرياضيات للصف الأول الثانوي، المنهج المصري، الفصل الدراسي الأول، العام الدراسي 2015-2016. معاكم ناصر سالم. إن شاء الله هنبدأ مراجعة الهندسة المستوية، وده الاختبار الأول إن شاء الله هنحله مع بعض. وزي ما قلنا، ازاي اتفقنا قبل كده، انك تسمع الاختبار وتشوف الحل وبعدين تحل انت الاختبار بنفسك من غير ما تشوف، الا لو في حاجة وقفت قدامك ترجع تشوفها مرة ثانية. السؤال الاول بيقول: في الشكل المقابل دال ه يوازي باء ج، اذا كان الف دال على دال باء بخمسة على ثلاثة، الف دال خمسة ودال باء ثلاثة، يبقى هو عايز الف باء ألف باء على باء دال. ألف باء كله بكام؟ بتمانية، باء دال بتلاتة، يبقى تمانية على التلاتة. طيب عايز جيم هاء على هاء ألف، ما هو برضه ألف هاء على هاء جيم بخمسة على تلاتة، نفسها دي. ما ألف دال على دال باء تساوي ألف هاء على هاء جيم تساوي خمسة على تلاتة، يعني ألف هاء على هاء جيم بخمسة على تلاتة، يبقى دي خمسة على تلاتة. طيب يبقى جيم هاء، جيم هاء بيساوي كام؟ تلاتة على هاء ألف بخمسة، يبقى تلاتة على الخمسة. طيب بيقول لي باستخدام الشكل المقابل عايز قيمة سين، دي 8 سم، يبقى أنا إيه؟ ألف هاء، طالما ده دال بما أن، يعني أنت لو تحل بقى يبقى تقول له بما أن هاء دال يوازي باء جيم، يبقى إذا ألف هاء على هاء جيم تساوي ألف دال على دال باء. ألف هاء بكام؟ بسين زائد اتنين على التلاتة تساوي ألف دال تمانية على السين. هضرب طرفين في وسطين، نضرب طرفين في وسطين، يبقى المضرب ده يبقى س في س بس تربيع، س في 2 ب 2 س تساوي 24. اعملها معادله صفريه، يبقى س تربيع زائد 2 س ناقص 24 تساوي صفر. احلل، يبقى س في س كام في كام يدينا 24، الفرق بيناتهم 2، 6 في 4، يبقى 6 في 4 الكبير بياخد إشارة الحد الأوسط، يبقى زائد ودي ناقص، يبقى س تساوي 4 أو س تساوي سالب 6، السالب 6 مرفوض، يبقى س تساوي 4 مرفوض، لأن مفيش ضلع سالب، مفيش طول سالب. جيم بيقول لي باستخدام الشكل المقابل يوجد ص، نفس الفكرة بقى، يبقى أ مثلا دي د وه، يبقى ألف دال على دال باء تساوي ألف هاء على هاء جيم، ألف دال بخمسة على صاد تربيع تساوي ألف جيم أربعة على الخمسة، يبقى أربعة صاد تربيع تساوي 25، يعني صاد تربيع تساوي 25 على الأربعة، يبقى صاد تساوي جذر التربيع في السالب اللي هو جذر التربيع، هيبقى كام؟ خمسة على الاتنين. السؤال الثاني بيقول لي المنصفات الداخلي والخارجي لزاوية واحدة متعامدان، المنصفان يعني المنصف لزاوية خارجية متعامدان، بيبقى يعني بيعملوا زاوية 90 درجة، بيعملوا زاوية 90 درجة. إذا كانت قوة النقطة ألف بالنسبة للدائرة ميم كمية سالبة، فإن نقطة ألف تقع داخل الدائرة، يبقى قوة ألف أكبر من الصفر، يبقى ألف تقع ألف خارج الدائرة، قوة ألف تساوي صفر، يبقى ألف على الدائرة على محيط الدائرة، قوة ألف أقل من الصفر، يبقى ألف داخل الدائرة. دول الثلاث حالات لنقطة بالنسبة لدائرة، لنقطة بالنسبة للدائرة. باستخدام الشكل المقابل طول دالها، عايز طول دالها، انا عندي هنا لما مستقيمين يتقاطعان سواء داخل الدائرة او نقطة التقاطع خارج الدائرة، يبقى لو داخل لو خارج الدائرة يبقى ايه؟ الف باء في الف جيم تساوي الف دال في الف هاء، دي القاعدة اللي بمشي عليها. يبقى انا عندي الف باء في الف جيم تساوي الف دال في ألف هاء،
هو عايز دال هاء، هو عايز دال هاء. طيب يبقى انا الف باء بكام؟ الف باء بتلاتة. الف جيم بستاشر، ما هي تلاتة وتلاتاشر يبقى ستاشر. الف دال باربعة، في الف هاء مش عارفها، يبقى الف هاء هتساوي تلاتة في ستاشر على أربعة، يعني هيساوي على أربعة في الواحد على أربعة في الأربعة 12 سنتي. ده ألف هاء كله، يبقى هاء دال بقى المطلوب هيساوي ألف هاء ناقص ألف دال، يعني 12 ناقص 4 يدينا كام؟ 8 سنتي. الدائرة ميم طول نصف قطرها 5 سنتي، يبقى ده 5 سنتي وده 5 سنتي. ألف دال مماس، في المماس ألف دال تربيع تساوي ألف باء في ألف جيم، دي قاعدة تحفظها زي اسمك. لو ألف دال مماس للدائرة وألف جيم قاطع للدائرة، سواء بيمر بنقطة بمركز الدائرة أو لا يمر بمركز الدائرة، فإن ألف دال تربيع تساوي ألف باء في ألف جيم. يبقى ألف دال تربيع تساوي ألف باء في ألف جيم. قال لي ألف دال بكام؟ ب12 سنتي، يعني 144 تساوي ألف باء. ألف باء بكام؟ ما نعرفش، يبقى ألف باء في ألف جيم. طب أنا في عندي 2 مجهولين هنا، معرفش أجيبهم، لازم أخلي الألف جيم ده بدلالة ألف باء أو الألف باء بدلالة ألف جيم، براحتك. يبقى أنا ده أقدر أقول إيه؟ ألف جيم تساوي إيه؟ ألف باء زائد ده اللي هو 10 سنتي، يبقى نكتبها كده ألف باء زائد 10 سنتي، يعني نحل دي كده، هيبقى ألف باء في ألف باء بألف باء تربيع زائد 10 ألف باء سالب 144 تساوي صفر. يبقى أنا بحللها كده، 144 كام؟ عددين حاصل ضربهم 144، الفرق بيناتهم 10. مش عارف تبدأ بقى تقول 12 في 12 وتفصل، يعني ال 12 دي تعملها 4 في 3 وهكذا، هي هتطلع 18 في كام؟ 18 في 8، 8 في 8 ب 64، 4 ومعانا 6 و8 في 1 ب 8 و6 14. يبقى أ باء وهنا أ باء وهنا كام؟ 18 وهنا 8. الكبير بياخد إشارة الحد الأوسط، يبقى زائد 18 وهنا سالب، يبقى أ باء تساوي سالب 18، ده مرفوض لأنه سالب، يبقى أ باء تساوي كام؟ 8 سنتي. جبنا أ باء ب 8 سنتي، هو عايز أ ج، يبقى أ ج يساوي 8 زائد 10 يعني 18 سنتي. السؤال الثالث بيقول لي في الشكل المقابل أ باء يساوي باء ج، أ باء ده يساوي باء ج، وباء ه ينصف زاوية أ باء د، باء ه ينصف زاوية أ باء د، ينصفها، دي يبقى لها قانون. بالمناسبة في الهندسة كل معطى هيحل لك جزء من المسألة، لذلك لازم كل معطى من المعطيات تستخدمه، لازم يحل لك جزء من المسألة، لازم يحل لك جزء، يعني أ باء تساوي باء ج ده يحل لك جزء وجزء كبير من المسألة، إن هاء واو يوازي يحل لك جزء وجزء كبير من المسألة. طيب يبقى نبدأ نحل بقى، هو عايز إيه؟ عايز يثبت إن باء واو منصف لزاوية د باء ج. طيب نبدأ في المعطيات اللي عطاني، إن باء هاء، يبقى تقول له بما أن باء هاء منصف لزاوية ألف باء دال، ألف باء دال. طيب في المنصف بيدينا ايه بقى؟ المنصف يبقى دال هاء على ده، طالما ده منصف يبقى دال هاء على هاء ألف على هاء ألف يساوي دال باء على ألف باء، دال باء على ألف باء، خليها رقم واحد كده هنحتاجها تاني. ايه تاني المعطيات؟ وبما ان هاء واو يوازي الف ج، من التوازي، من التوازي هثبت ايه؟ ان دال هاء على هاء الف، دال هاء ده على هاء الف يساوي دال واو على واو ج، دال واو على واو ج، اللي ده منطقي جدا. طيب من 1 و2 دال هاء على هاء الف، يبقى اذا
د ب على أ ب يساوي د واو على واو ج، د واو على فين احنا؟ د واو على واو ج يساوي د أ د أ على د ب. انا مش عايز د الالف، انا عايز باء جيم. طب ما هو الف باء يبقى تقول له بما ان الف باء يساوي باء جيم يبقى اذا د واو على واو جيم تساوي د باء على باء جيم، يبقى اذا باء واو ينصف زاوية د باء جيم وهو المطلوب. مفهومة ديت واضحة؟ لو ما فهمتهاش عيدها تاني، لو ما فهمتش الجزئية ديت عيد الفيديو مرة ثانية. يبقى انا شايف ده استفدت منه اهو، والتوازي استفدت منه، وهنا المنصف استفدت منه، فلازم كل معطى هتستفيد منه في حل المسألة، لازم كل معطى هتستفيد منه في حل المسألة. يعني لو في معطى ما عرفتش لو في اثبات ما عرفتش تثبته، يعني عندك اثباتين، اثبت كذا واثبت كذا، الاولاني ما عرفتش تثبته، هتلاقيه التاني معتمد على الاثبات الاولاني، يبقى اعتبره اثبته وابدا حله لو دخلوا في الاثبات الثاني حتى لو ما اثبتوش. طيب، مثلثان متشابهان مساحتي سطحيهما 164 على الترتيب، فان محيط الاول 60 اوجد محيط الثاني. يبقى انا عندي القاعده بتقول لي ايه؟ ان مساحه المثلث الأول على مساحة المثلث الثاني تساوي محيط الأول على محيط الثاني تربيع. عندي برضو قاعدة بتقول لي مساحة المثلث الأول على مساحة المثلث الثاني تساوي النسبة بين أي ضلعين متطابقين، أي ضلعين متناظرين معايا. طيب مساحة الأول كام؟ مثلا 100 على مساحة الثاني 64 يساوي محيط الأول 60 على محيط الثاني اللي أنا عايزه تربيع. طيب يبقى 100 على 64 تساوي لما أربع ده 0 36 على محيط الثاني، يبقى محيط الثاني يساوي 64 في 3600 على 100، 100 راحت مع الصفرين، يبقى محيط الثاني يساوي الجذر التربيع ده، يعني الجذر التربيع 64 8 والجذر التربيع 36 6، 6 في 8 ب 48 سنتي. كلها حسابات، بس اهم حاجه القاعده اللي احنا كتبناها في البدايه. السؤال الرابع بيقول لي أ ب ج مثلث، يبقى ادي برسم مثلث او أ ب ج مثلث. بيقول لي د تنتمي لألف باء، أدي د، وهاء تنتمي لألف جيم، أدي هاء، بحيث إن إيه؟ إن د إن أ د 3 سنتي ود باء 6 سنتي وأ هاء 2 سنتي وهاء جيم 4 سنتي. وصلت دالها، اثبت ان دالها يوازي باء جيم. يبقى انا عشان اثبت التوازي يبقى اشوف التناسب، يعني لو هم متوازيان يبقى التناسب موجود، لو هم ما قاليش انه متوازيان يبقى اثبت ان في تناسب، يبقى اثبت ان في تناسب ان الف دال على دال باء ده على ده هيساوي ايه؟ 3 على 6 يعني هيساوي نص. طيب الطرف الثاني ألف هاء على هاء جيم هيساوي 2 على 4 يساوي نص، من 1 و2 ده خليها رقم 1 وده 2، يبقى إذا ألف دال على دال باء يساوي ألف هاء على هاء جيم. ده شرط إيه؟ شرط يبقى تقول له إذا دال هاء يوازي باء جيم مباشرة من غير وأنت مغمض. بيقول لي في الشكل المقابل د ب مماس عند ب،
ودال جيم قاطع للدائرة، دال جيم قاطع للدائرة في النقطتين ألف وجيم على التتي. اثبت أن مثلث دال ب ألف يشابه مثلث دال ب جيم. دال ب ألف اللي هو ده يساوي دال ب ج اللي هو الكبير، يساوي دال ب ج اللي هو الكبير. هنا لاحظت ايه؟ لاحظت ان زاوية دال دي مشتركة في المثلثين. يبقى أول حاجة يبقى زاوية دال مشتركة. الحالة الثالثة من تشابه مثلثين بيقول لك ايه في الحالة الثالثة؟ لو انا عندي زاويتين متطابقتين في المثلث الاول تطابق زاوية في المثلث الثاني، والضلعين اللذين يحصران هذه الزاوية في المثلثين متناسبان، يبقى لازم اثبت ان الضلعين اللي بيحصروا الزاوية ديت في المثلث الاول يتناسبوا مع الضلعين اللي في المثلث الثاني بيحصروا نفس الزاوية. طالما ده الباء يبقى بما ان ده الباء مماس، يبقى هتقول له اذا د ب تربيع هتساوي د الف في د ج. جميل جدا، يعني د ب تربيع يبقى د ب في د ب تساوي د ألف في د ج. ما هو د ب ده مشترك، يبقى انا بعمله مرتين كده عشان مشترك. يعني د ب على د ب ده على ايه الضلع المقابل؟ د ج. يبقى د ب على د ج تساوي د ب على د ج، اهو تساوي ألف د على د ب، ألف د على د ب، د ب للمثلث الصغير على د ج للمثلث الكبير يتناسب مع د ب للمثلث الكبير مع د ألف للمثلث الصغير. يبقى عندي زاوية مشتركة وضلعين متناسبين، يبقى إذن مثلث د ب أ يشابه مثلث د ج ب، وده المطلوب الأولاني، وده المطلوب الأولاني. طيب عايز بقى أوجد د طول د ب، يبقى د ب تربيع تساوي د أو أ د في د ج يساوي أ د بكام؟ أ د بأربعة سنتي، في د ج كلها كام؟ مع الأربعة وخمسة يبقى إيه؟ تسعة، يعني يساوي 36 سنتي. يبقى د ب تربيع يساوي 36 سنتي، يعني د ب يساوي 6 سنتي، د ب ب6 سنتي. مسألة في منتهى الجمال ومنتهى الروعة وحلوة جدا جدا. طيب السؤال الخامس بيقول لي أ ب ج مثلث فيه س تنتمي لأ ب بحيث أ س يساوي 4 سنتي، س ب تساوي 6 سنتي، س ب تساوي 6 سنتي، وص تنتمي لألف ج، ألف ص يساوي 5 سنتي، وص ج يساوي 3 سنتي. اثبت أن الشكل س ب ج ص رباعي دائري، يبقى عايز يثبت أن الشكل ده رباعي دائري. عشان أثبت أنه رباعي دائري أثبت إيه؟ المتاح هنا أن كل زاويتين، يبقى الرباعي الدائري كل، عايز أثبت أن كل زاويتين متقابلتين متكاملتين، يعني مجموعهم 180 درجة. مجموعهم 180 درجة، همسح بس عشان ايه؟ هنكتب شوية أرقام. طيب هنا أنا هحتاج التناسب. هحتاج الأول إن أنا أثبت إن المثلث الصغير يشابه المثلث الكبير عشان الزوايا هتتساوى، الزوايا هتتساوى. معايا كده؟ طيب أنا هسمي الزاوية ديت 1 2، ودي مثلا 3 4، ودي 5 6. بدور على التناسب بحيث ان يكون التناسب موجود، مش شرط، يعني مش شرط تقول له ألف سين وسين باقي كده، لا، بدور على التناسب الموجود، التناسب الموجود بس في المثلثين، في المثلثين. يعني مثلا لما اقول له ايه؟ ألف س على أ ج كلها، يبقى أ س على أ ج يساوي كام؟ يساوي 4 على 8،
أربعة على التمانية كله، أربعة على التمانية بإيه؟ بنص، خليها رقم واحد دي. طيب يبقى أنا خدت الزاوية دي كلها، ماشي. طيب بعد كده خمسة اللي هو ألف صاد على ألف باء هيساوي كام؟ خمسة على عشرة كله، يعني هيدينا نص. طيب يبقى معناته إيه؟ إن ألف سين في المثلث الأول على ألف جيم في المثلث الثاني تساوي ألف صاد على ألف باء. عايز أطلع أنا زاوية إيه تساوي زاوية إيه؟ زاوية إيه هنا تساوي زاوية إيه؟ ألف سين عشان أطلع الزوايا أشوف ألف سين إيه الضلع، إيه الزاوية المقابلة ليها؟ ألف سين هي الزاوية المقابلة ليها اللي هي 2، يبقى زاوية 2. خليها صاد، نكتب صاد، حرف الصاد معايا. طيب وألف صاد، ألف صاد اللي هي السين اكتبها كده جنبيها، وألف ديت مشتركة، مظبوط. طيب ألف جيم، ألف جيم هاي الزاوية المقابلة ليها باء، يبقى باء هنا باء، مظبوط. طيب وألف باء، ألف باء هي دي يبقى جيم، يبقى هنا جيم والألف مشترك. معناته إيه؟ إن أقول له إن مثلث، حتى هو كاتب لي هنا مش كاتب، لا يبقى مثلث ألف بأي ترتيب بقى، بس الحرف يعني، ما انت لو قلت هتقول ألف سين صاد يشابه مثلث ألف جيم باء، ألف جيم باء، ألف جيم باء، ماشي كده مظبوط. طيب انا عايز امسح بس شوية حاجات هنا عشان يبقى في مساحة، هنمسح بس الايه الجزء الاخير ده، معلش. احنا خلاص وايه وصلنا ان المثلثين متشابهين، ان المثلثين متشابهين، عشان ما امسحش كل الكتابة وايه طيب ناخد القلم تاني. طيب هنا بيقول لي بقى خلاص احنا اثبتنا ان المثلثين متشابهين، المثلثين متشابهين. طيب زاوية جيم او زاوية باء، يعني يا تاخد دي يا تاخد دي براحتك، انا هاخد زاوية باء، ماشي. زاوية باء اللي هي زاوية خمسة، زاوية باء هتساوي زاوية ايه؟ زاوية باء فين؟ زاوية باء اهيت، هتساوي زاوية صاد، الصاد اللي هي فوق ده في المثلث الصغير، صاد اللي هي فوق اللي هي ألف صاد سين. لو هتكتبها بقى هنكتبها بالحروف، يبقى زاوية ألف باء جيم تساوي زاوية ألف صاد سين اللي هي اللي فوق دي. طيب أنا عايز اللي تحت، أنا عايز اللي تحت، يبقى ألف صاد سين إيه علاقتها بزاوية أربعة؟ يبقى زاوية سين صاد جيم هتساوي 180 ناقص الزاوية دي، يعني ألف باء جيم هتساوي زاوية احنا قلنا الزاوية ديت اللي هي انا محتاج ديت، يبقى 180 180 معلش، يبقى 180 ناقص زاوية سين صاد جيم، زاوية سين صاد جيم اطلع دي بره، يبقى الف باء جيم زاوية الف باء جيم زائد زاوية سين صاد جيم، سين صاد جيم هتساوي كام؟ 180 درجة. الف باء جيم، الف باء جيم اللي هي الزاوية دي، سين صاد جيم اللي هي الزاوية دي، مجموعهم كام؟ 180 درجة. يبقى مباشرة تقول له الشكل سين باء جيم صاد رباعي دائري، رباعي دائري، تمام خلاص اوكي. طيب نمسح. ايه المطلوب التاني؟ بيقول لي مساحة مثلث ألف سين صاد، ألف سين صاد تساوي 8 سنتي مربع، اوجد مساحة سطح المضلع. يبقى انا مساحة سطح مثلث ألف سين صاد على مساحة سطح المضلع
او المثلث بقى، مثلث معلش، مثلث أ ب ج هتساوي احد الايه، التناسب احد الضلعين، أ هتساوي نص، اللي هي نص ايه، نص تربيع، نص تربيع، مش هي مش النسبة، التناسب بيناتنا كان نص، يبقى نص تربيع مظبوط. مساحة مثلث أ ب ج يساوي كام؟ 8 سم، أ س ص، يبقى 8 على مساحة مثلث أ ب ج هيساوي، يبقى 1/4، يعني مساحة مثلث أ ب ج يساوي 4 × 8 بكام؟ ب 32 سنتيمتر مربع. طب هو عايز الشكل الرباعي ده، يبقى الشكل الرباعي هيجي منين؟ مساحة مثلث أ ب ج ناقص مساحة المثلث الصغير، يبقى مساحة الشكل س ص ج ب هتساوي 32 ناقص 8 يعني كام؟ 12 من 8 24، يبقى 24 سنتيمتر مربع. واضحة؟ مسألة جميلة جدا جدا وفي منتهى الأهمية، وأعطتنا شوية قوانين وشوية أشياء مهمة جدا. خلاص مفهوم؟ لو ما فهمتهاش راجعها تاني، لو ما فهمتش المسألة راجعها تاني وعيدها مرة واثنين وثلاثة لحد ما تستوعبها. أتمنى إن شاء الله يكون النموذج الأول مفيد بالنسبة لك. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.